استهداف كان مباشر وإجا على غفلة هيك، ما سمعنا لصوت انفجار قوي، الصف كله تدمر، صفوف ثلاثة أربعة وبجوارهم كمان بيجي صفين ثلاثة بعد عنهم، واللي تحت كمان تدمروا منهم. أنا يعني الواحد مش عارف وين بده يروح، إذا هاي المدرسة خلص تدمرت وين الناس اللي بتتشرد تروح. وقال النازحون الذين لجوا إلى المدرسة إن هذه المدرسة تقع في منطقة آمنة حددها الجيش الإسرائيلي. مع ذلك هجم الجيش الإسرائيلي المدرسة بشكل مفاجئ وتسبب في سقوط أطفال وأبرياء، وقد أدى الهجوم إلى نزوح الفلسطينيين الذين كانوا قد نزحوا من مناطق أخرى عدة مرات قبل أن يلجأوا للمدرسة. إحنا نازحين بهذه المدرسة، أنا شردت من داري، داري انقصفت، وجوزي استشهد، ولادي اثنين استشهدوا، وأجينا نزحنا بهاي المدرسة. تيجي على مدرسة بتقولي آمن، المكان آمن اللي أنت فيه، فجأة ما بنسمع إلا إيش، قصفونا، وين نروح؟ إذا في المدرسة كمان ما فيش أمان، والنشر بيجي 7-8 مرات نزحنا وشردنا، ما ضليت أنا لحالي، أنا وبنتي وولادي اثنين.